الخصم عندهم ما يخسر اليوم. انت برا السوق هذا كان ضرر فارق كبير فيزيك ما احسن منا مزيانين والحمد لله كنتمنوا ان شاء الله الماتش الثاني نكونوا على احسن الدرجه ان شاء الله. ديما مغرب ديما مغرب وكاش خويا وايد ركراكي كوتش مزيان اللهم الله يحفظ خويا خويا مغرب خوتي لاباس عليكم. حنا كنتواجدوا باكادير حنا فرحانين فرحانين ويا خوتي فرحانين بزاف فوز المنتخب وان شاء الله مربوحه وان شاء الله تنتمناو المزيد. ديما مغرب ديما مغرب اخويا ديما مغرب خويا ديما 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 المنتخب ان شاء الله تربح في كاس العالم. بغيتي نجيبو لكم؟ نعم ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. حنا فرحانين اليوم بتأهل المغرب وصراحة كان الماتش في المستوى وأكثر واحد عجبني في اللعب ديالو هو زياش. صراحة طب صراحة نوالسك شي صراحة لعب مزيان وصراحة فرحونا وإن شاء الله نتأهلوا ونجيبوا كأس العالم. المغرب كامل وديما مغرب وان شاء الله غادي نتأهلوا وغادي نلعبوا مع البرازيل وغادي نديهم وقطع في الله ديال الخير. ديما مغرب. وانا فرحانين بزاف على هاد الجي على على هاد الجي الواحد شكرا بزاف. ديما مغرب ديما Shabbat shalom.